بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. كل سنة وحضراتكم طيبين. بداية الموسم المحلي لكل الفرق، هنبتدي النهاردة بهذا الاستوديو مباراة كرة السلة قبل النهائي دوري المرتبط سيدات الأهلي وسموحة. المباراة التي ستقام في تمام الساعة 5:30 على صالة برج العرب، دي المباراة الثانية بالمناسبة. المباراة الأولى انتهت بفوز النادي الأهلي كبار ومرتبط. عارفين حضرتك دوري المرتبط بيبقى مرتبط نتائجه مع فريق 18 سنة السنة دي، السنة فاتت كان 16 سنة، السنة دي 18 سنة، عشان ده الفريق اللي هيكون بيمثل مصر في بطولات أفريقيا للشباب السنة دي أو الصيف القادم. المباراة أو الجولة الأولى كبار وصغيرين، فاز النادي الأهلي. النهاردة في مباراة المرتبط لم نوفق، فاز نادي سموحة. النهاردة فريق الأول عنده المباراة الثانية، إن شاء الله نكسب. نادي سموحة عشان يتأهل محتاج يحقق بسكور كبير، ولكن هنعرف التفاصيل الفنية أكيد مع ضيوفنا اللي منوريني في الاستوديو. واللي قبل ما أروح للمباراة فنيا وتحليليا لازم أرحب بيهم، برحب طبعا بكابتن منتخب مصر ونادي الأهلي السابق ونجم الأهلي وعضو لجنة انتقاء المواهب كابتن محمد سلعاوي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن هيثم، وان شاء الله يكون موسم جديد موفق للرجال والسيدات ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب، ده اول استوديو لينا مع بعض هذا الموسم. ان شاء الله يبقى موسم جيد بالنسبه لينا، وانا برضو احب ارحب بمحمد موسى كنجم يبقى جديد هيبقى في التحليل ان شاء الله. انا متوقع له كده ان شاء الله. كابتن محمد سبقني ورحب بضيفنا الثاني كابتن محمد موسى نجم النادي الاهلي السابق وضيفنا الجديد النهارده في استوديو التحليل، وان شاء الله هنشوفه السنه دي بشكل كبير. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا بيك كابتن هيثم، انا سعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده، وان شاء الله ربنا يعني يجعلها فتحه موسم تكون كويسه للنادي الاهلي، ونكمل ان شاء الله البطوله على خير، وربنا يكرمنا في كل اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد، كابتن سلعاوي، يعني مباراه النهارده اكيد مهمه، كلمنا عن ظروفها. نادي الاهلي طبعا يعني داخل كسب المباراتين الاولين، النهارده خسرنا لو نوفق في المرتبط. شايف مباراة النهاردة ازاي واهميتها بالنسبة للفريقين؟ هي طبعا مباراة النهاردة تعتبر مهمة بالنسبة للفريقين. دلوقتي احنا 1-1 بالنسبة للمرتبط، لكن احنا 1-0 بالنسبة للكبار. اعتقد ان المباراة مفروض على الورق تكون سهلة بالنسبة لينا، لان احنا كسبين فرق 20 نقطة. هو عشان يصعد للدور اللي بعده لازم يكسبنا فوق ال 20 بونت، وده برضو حاجه صعبه جدا. فريق سموحه فريق مجتهد، فريق يضم بعض النجوم وبعض الشباب، لكن احنا اعتقد ان فرقتنا فرقه متكامله، والمفروض ان احنا ان شاء الله نكسب. كابتن محمد، شايف ازاي النهارده المباراه خاصه ان هي الجوله الثانيه قبل النهائي؟ كابتن طارق خيري داخل بفرقه مكتمله، سموحه من حقه انه يعني طموح طبعا، شرعي طبعا لاي فريق انه يبقى ليه طموح انه يفوز حتى لو ما توفقش في المباراه الاولى. شايف مباراه النهارده واهميتها ايه للفريقين؟ طبعا نادي سموحه النهارده هيبقى نازل من اول الجيم ان هو هيحاول ان هو يبقى بعيد خالص عن اي خساره كبيره او اي سكور يفتح في الاول. هيبقى عندهم دوافع كبيره جدا بعد مكسب الفرقه المرتبط. اعتقد المباراه هتبقى في اول كوارترين هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي، لان هيبقى هم نازلين بالقوه الدفع بتاعه فرقه المرتبط، فالموضوع هيبقى صعب جدا. بس ان شاء الله طبعا اللي هيحسم الموضوع للنادي الاهلي في الاخر الخبرات اللي موجوده والروتيشن اللي احنا بنقدر. احنا فرقه متكامله، يعني الميزه في فرقه النادي الاهلي ان البنش انت ما تقدرش تحدد في اللعيبه مين البنش ومين الاساسي. يعني انت كابتن طارق طول كل ماتش دايما بيبقى عنده حيره، هو هيبدا بمين، هينزل مين امتى. فطبعا في نجوم يعني نادين وسوريا، دول نجوم بعيد عن التصنيف، لكن في الاخر برضو اي حد تاني موجود في الفرقه بيقدر يدخل بشكل كويس جدا، يقدر يضيف بشكل كويس جدا. فاعتقد ان اللي هيحسم الموضوع في ان شاء الله في الكورت قبل الكورتر الثالث كمان النادي الاهلي هيكون فرق بسكوري يقدر يريحنا في الماتش لحد الاخر ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن محمد، خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني، خاصه ان احنا يتبقى اقل من نصف ساعه المباراه وثلث ساعه، فنستعرض الاجهزه الفنيه ومشوارهم. نبتدي بالجهاز الفني للنادي الاهلي، اتفضل يا كابتن. النادي الاهلي طبعا كابتن طارق خيري هو المدير الفني، كابتن كريم اسماعيل المدرب العام، كابتن علياء محمود المدرب، ماجد المسلمي مدير الفريق، كابتن نجاح اداريه الفريق، اكرم الشرباجي محلل اداء، محمد علي عبد العزيز اخصائي لياقه بدنيه، دكتوره مروه الحسيني طبيبه الفريق، دكتوره ياسمين الكيلاني اخصائيه العلاج الطبيعي، ايمان جمال مدلكه الفريق، ودكتوره مي القاضي اخصائيه نفسيه. اشكرك يا كابتن محمد. زي ما حضراتكم يعني تابعتوا على الشاشه، ده الجهاز الفني لنادي الاهلي سيدات، وجهاز فني مكتمل في كل التخصصات.
وتقريبا هو نفس الجهاز الفني باستثناء فقط اللياقه البدنيه. كابتن محمد علي عبد العزيز كان جيج تقريبا مكان كابتن اكرم. كابتن اكرم انتقل بقى الموطن الاساسي اسكندريه سبورتنج يعني، وكابتن محمد عبد العزيز هو اللي محمد علي عبد العزيز. كابتن سلعاوي ننتقل الى الجهاز الفني النادي سموحه. الحقيقه اللي عامل فرقه كويسه جدا خاصه المحترفه الكنديه. خلينا نستعرض الجهاز الفني. الجهاز الفني بيتكون من احمد جمعه، كابتن احمد جمعه مدير فني، محمود يونس مدرب عام، محمود ابو العيش مساعد مدرب، تامر مصطفى رئيس جهاز، باهي فاروق رئيس جهاز اداري، جهاد سمير اداري، ادهم نبيل مدرب احمال، شروق بدراوي اخصائي، منيه محمد علاج طبيعي. ده كان الجهاز الفني زي ما حضراتكم تابعتم لنادي سموحه. وكابتن احمد جمعه الحقيقه كان مساعد السنه اللي فاتت في نادي سبورتنج يا كابتن، وتم اختياره من قبل طبعا مجلس اداره نادي سموحه لتولي المسؤوليه. حتى الان الحقيقه عامل يعني فرقه شكلها كويسه يا كابتن بصراحه. احنا عايزين نثني برضه على فرقه المرتبط يعني. احنا طبعا فرقه المرتبط بتاعتنا هو الوضع الطبيعي ان فرقه سموحه اقوى او بتضم عناصر احسن او بنقدر نقول ان هي كفاءه فريق، لكن احنا فرقتنا قدرت تتغلب عليها في المباراه الاولانيه. لكن يعني 76-74 واعتقد ان الفوز ده دفعه قويه جدا في ما هو قادم بالنسبه للمرتبط بتاعنا ان شاء الله. كابتن، فرقه المرتبط بتاعت سموحه هي الفرقه الوحيده اللي خدت العلامه الكامله في دوري المرتبط، يعني هي الفرقه الوحيده اللي قدرت تكسب الست ماتشات اللي لعبتهم في الدور الاولاني. نعم. لولا فرقه المرتبط بتاع سموحه ما كانش سموحه يقدر يدخل اول مجموعه. فكان هيواجه يعني قابل في الكروس ماتش سهل، فهو ده اللي وصله للدور اللي احنا فيه. انما هو غير كده هو ما كانش ان هو كسب بالظبط، هو كسب ثلاث ماتشات. الفرقه الوحيده اللي طلعت اول مجموعه وهي كسبانه ثلاث ماتشات بس. نعم. فرقه نادي سموحه. طب كابتن محمد، خلينا استعرض مع الساده المشاهدين قائمه الفريق، قائمه لاعبات النادي الاهلي النهارده اللي هيشاركوا في مباراه سموحه. اتفضل يا كابتن محمد. رقم 4 ميرال اشرف، رقم 7 نادين السلعاوي، رقم 8 سرايا محمد، رقم 9 ندى نافع، رقم 10 كابتن الفريق كابتن دينا عمرو، رقم 12 رضوى محمد، رقم 14 فريده وائل، رقم 15 رنيم الجداوي، رقم 23 نهى شتا، رقم 33 تمارا نادر السيد، رقم 40 حبيب محمد الشهير بيبيكو طبعا، رقم 44 يارا اسامه، رقم 45 السنغاليه اللعيبه المحترفه فاتو دياني، ورقم 99 جايده خالد اللي هي مواليد 2004 اللي هي المفروض تبقى 20 سنه بس هي كانت متسجله السنه اللي فاتت. هي وتمارا. هي وتمارا نادر بالظبط كده. اشكرك يا كابتن محمد. ده كان قائمه الفريق، وزي ما حضراتكم شايفين فاتوا اللاعيبه السنغاليه المنضمه للنادي الاهلي هذا الموسم. والناحيه الثانيه طبعا هنعرف في نادي سموحه مين القائمه وكمان المحترفه نتعرف عليها في نادي سموحه. اتفضل يا كابتن محمد. بتتكون قائمه نادي سموحه من سماء عمر، محمية حلوه، رضوى عبد الرحمن، ايه صدقي، الكنديه ماري لو، ريم عوض، انجي صلاح، ملك عبد القادر، حبيبه لطفي، ملك اسامه، ايتم محجوب، حنين حسن. اشكرك كابتن سلعاوي. دي قائمه 12 لاعب او 12 لاعبه اللي هيشاركوا النهارده باذن الله من سموحه. خلينا طيب يعني اكيد الساده المشاهدين بيتساءلوا يعني الفتره اللي فاتت في دوري المرتبط كان مشوار النادي الاهلي ازاي؟ كان شكل البطوله عامل ازاي؟ خليني اوصف لحضراتكم. كان في اربع فرق، اربع مجاميع، كل مجموعه فيها اربع فرق. بعد كده ترتبوا كل مجموعه من 1-4 بعد مباريات الفريق الفرقه الاولى والمرتبط، وبعد كده دخلنا على دور ال 16، وبعد كده دخلنا على دور الثمانيه، وبعد كده دخلنا على دور قبل النهائي، وبعد كده النهائي. السيدات سبق الرجال بخطوه لان الحقيقه الرجال كان عندهم البطوله العربيه فالدوري اتاخر شويه عن السيدات، والسيدات بداوا يعني يمكن بدري شويه باسبوعين ثلاثه، عشان كده السيدات وصلوا دور قبل النهائي ولسه الرجال هيلعبوا دور الثمانيه الاسبوع ده. فطبعا في فرق او في شيفت شويه في الوقت. خلينا استعرض معاك يا كابتن مشوار النادي الاهلي في دوري مرتبط السيدات ونقول النتائج والفرقه اللي احنا لعبناها. المباراه طبعا زي ما حضرتك شرحت وشرحت شعر وافي ان هو كان الدور ال 16 الاول بيلعب 16، احنا خدنا اول مجموعه فبنلعب الاخير. اخير في المجموعه الرابعه من المجموعه. الاهلي لعب الاولمبي كسبه 73-32، ولاعب الطيران كسب 94-23، ولاعب مصر التامين كسبه 91-36. ده المجموعه الاولى اللي احنا كنا فيها. اه تمام.
فطبعا باين المجموعه دي لعبت دورتين مجمعتين دورتين اللي حضرتك قلته ده كان المجمعه الاولى. المجموعه الثانيه 73 42 بالنسبه للفاز على الاولمبي الاهلي. الاهلي فاز على الطيران 88 23 والاهلي فاز على مصر التامين 65 24. تهيألي يا كابتن يعني فرق السكور في كل مباراه كبير باين. باين يعني فرق يعني ممكن بيوصل في اوقات ل 60 نقطه. فالنهارده باين قوي التميز للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن في دور الثمانيه. ايه دور الثمانيه بقى وقع مع الاهلي النهائي دور ال 16 دور التوفيقيه. الماتش الاولاني اللي هو اللي كان في الاهلي، الاهلي كسب 55 23 والماتش الثاني اللي كان اتلعب في نادي سيد الدقي ملعب التوفيقيه خلص 55 32. بعد كده الاهلي لعب الصيد في دور الثمانيه تمام كسب في المباراه اللي كانت في النادي الاهلي 75 41 والمباراه اللي كانت في نادي الصيد الدقي كسبه 68 الصيد كسب 69 68 كان فرق نقطه كان ماتش ذهاب نصف النهائي الاهلي وسموحه الاهلي كسب 76 74 دي المباراة الأولى دي كان المرتبط. ده المرتبط كل ده مرتبط تمام. خلينا نشوف مباراة السيدات بقى يا كابتن يعني ده دوري ده فريق المرتبط احنا حبينا نشرح كامل مرتبط مع لأن الاثنين نتائجهم مرتبطين ببعض. طيب خلينا نقول برضو بمباراة السيدات بقى السيدات أول مباراة كانت الأهلي والأولمبي هي نفس الفرق الأهلي كسب 77 43 الماتش الثاني كان مع الطيران كسب 85 20 الماتش الثالث كان مع التأمين 99 64 ده المرحلة الأولى. المرحلة الثانية 65 26 فاز على الأولمبي وفاز على الطيران 99 31 وفاز على مصر التأمين 88 43 نعم. وصلنا لدور ال 16 لعب مع التوفيقية كسبوا 109 58 والماتش الثاني كان 71 21. رحنا لمباراة الصيد كسبنا 84 82 المباراة الأولى. المباراة الثانية كسبنا 94 51 ووصلنا للسيمي فاينل أو الدور اللي قبل النهائي. الأهلي كسب سموحة 80 54 في المباراة الأولى اللي قامت أول أمس. تمام يعني مباراة سموحة للسيدات الكبار من مباراة الذهاب خلصت فارق 26 نقطة للنادي الأهلي 80 54. ان شاء الله نتفرج على المباراه النهارده ونشوف الفرق هيبقى ازاي. بس برضو لازم نستعرض مشوار سموحه سواء فريق مرتبط او الفريق الكبير او فريق السيدات مع كابتن محمد. اتفضل كابتن. سموحه في الدور المجمع الاولى في المرتبط بدا بماتش الصيد كان ماتش كويس جدا خلص بعد وقت اضافي كسبه فرقه سموحه كسبت 65 63 الماتش. المباراه اللي بعدها سموحه كسب 52 51 سموحة بعدها كسب الاتحاد السكندري في نفس الدورة المجمعة 52-22. لما رجعوا الدورة المجمعة الثانية سموحة عوض المباراة الأولانية مع الصيد وكسب 56-37 كسب مدينة نصر 44-41 كسب الاتحاد السكندري 69-23. زي ما قلت حضرتك هو الفرقه الوحيده اللي خدت الست مباريات كاملين في دوري المباراه اللي في مباراه منها كانت خلصت بونت وفي ماتش الصيد خلص بعد وقت اضافي كمان ماتش سموحه كمان خلص بونت. تمام. لما راحوا المباراه اللي هي كروس اللي هي اول دور 16 سموحه كسب جزيره الورد 88-15 وفي الراجع كسب 119 ده تمام. برضو فريق مرتبط. تمام. في دور الثمانيه لعبوا هليوبلس سموحه كسب 62-32 في الراجع بتاع دور الثمانيه سموحه كسب هليوبلس 74-42 في السيمي فاينل طبعا الماتش الاولاني الاهلي كسب 76-74 بالكره الستيل اللي في اخر خمس ثواني اللي خلص الماتش 76-74 الاهلي كسب. وطبعا المباراه الثانيه اللي هي خلصت من شويه سموحه قدر يكسب ودي كانت اول هزيمه لنادي سموحه في مباراه المرتبط. طيب خلينا نستعرض فريق السيدات عمل ايه ونتائجه. اتفضل يا كابتن. فريق سموحه في السيدات ما كانش موفق في الدوره المجمعه الاولانيه الاولى اتغلب من نادي الصيد 64-63 وكسب مدينه نصر بشق الانفس 58-54 وكسب الاتحاد السكندري 66-40. في الدوره المجمعه الثانيه اتغلب في الصيد من الراجع في المباراه الثانيه برده 66-55 وكسب مدينه نصر 59-39 وكسب واتغلب من سموحه 71-55
فهو اتغلب ثلاث ماتشات في الدورتين. بس واضح ان الصيد عامل فرقه كويسه كبار. كابتن احمد ابراهيم عامل السنه دي فرقه مجمع تشكيله من اللعيبه فيهم صغيرين ومن كتير من اولاد النادي، عاملين فرقه كويسه جدا وعامل نتائج كويسه جدا، وكمان المرتبط بتاعه مساعده ان هو بيقدر يكسب ماتشات. يعني هو كان قريب ان هو كسب سموحه، طبعا الفرقه الوحيده اللي كسبت سموحه، فهو كان يعني لا عامل فرقه كويسه جدا كابتن احمد ابراهيم السنه دي. اتفضل يا كابتن. في مباراه السيدات لما طلعوا بقى الكروس لعبوا جزيره الورد، وده زي ما قلت لحضرتك هو جزيره الورد كان رابع المجموعه الثالثه، فادى الافضليه لنادي سموحه ان هو يلعب رابع لان هو طلع اول، وده بفضل فريق المرتبط. كسب 85-45 في المباراه الاولى، وكسب 70-42 في المباراه الثانيه. في دور الثمانيه لعبوا هليوبلس، اتغلب في المباراه الاولى 62-57 فرق 5 بوينت، وكسب في المباراه الثانيه 72-65 فرق 7 بوينت، فدي اللي ادت له الافضليه فرق باسكت ان هو يدخل. طب والصغيرين طبعا زي ما قلت حاجه الظهور الفرقه الوحيده، النادي الاهلي فرقه المرتبط، النادي الاهلي هي الفرقه الوحيده يعني سموحه ادت الصغيرين اثنين صغيرين لسموحه، هم كسبوا فريق واحد كبير اتاهل. زي ما قلت حضرتك في اول الكلام خالص ان فرقه المرتبط بتاع نادي سموحه عمر سموحه كان هيبقى موجود في ماتش في السيمي فاينال. مظبوط ماتش هليوبلس. تمام اتفضل يا كابتن. وخلاص مباراه السيمي فاينال اللي مع الاهلي طبعا 80-54. طيب خلينا استعرض مع حضراتكم افضل اللاعبات من ناحيه الاهلي ومن ناحيه فريق سموحه في المباراه اللي فاتت واللي انتهت بفوز الاهلي 80-54. كان افضل اثنين لاعبات هنا وهنا، كان من النادي الاهلي رنيم الجداوي رقم 15، وكان من ناحيه سموحه ماري لويس اللي هي اللاعبه الكنديه. دي طبعا الاحصائيات، خلينا يعني اوضحها مع حضراتكم. اول احصائيه اللي هي اي اف اللي هي الافشنسي او الفعاليه في ارض الملعب. رنيم الجداوي كانت فعاليتها 25 وماري كان فعاليتها 20. هنروح على البوينتس، النقط اللي حققتها كلتا او اللاعبتين. كان رنيم حطت 24 بونت وماري حطت 20 نقطة. بس طبعا خلينا اوضح لكم ان هي حاطة 20 نقطة من اصل 54 لسموحة، فهي هنا حاطة تقريبا اولموست قرب ال 50% من سكور الفريق. رنيم الجداوي حاطة 24 من 80، يعني نسبة تهديف سموحة او تأثير ماري في الهجوم اعلى من رنيم، لان الاهلي بيلعب لعب جماعي. في الثري بوينتس ماري جاي حاطة 2 مسجلة رميتين ثلاثيتين، رنيم مسجله رميه ثلاثيه واحده. في الستيل ماري قطع 5 كور، ستيل يعني قطع الكرات، ماري قطع 5 كرات في اثناء المباراه، رنيم قطعت كورتين. الاسيست او المساعدات الحاسمه اللي بتبقى باصه واحده وبتحط وراها على طول الباسكت، يعني بتباص اللعيب ويطلع بعديها يحط الباسكت على طول، يعني الاسيست او المساعده ماري حط او يعني سجلت 2 مساعده، رنيم 2 برضو متساويين ببعض. الريباوند لانه طبعا رنيم بتلعب بوزيشن 5 واغلب لعبها تحت الحلقه، فهي جابت 11 ريباوند. بالنسبه لماري جابت 6 ريباوند. بس خلينا اقول لكم ان الريباوند والبوينتس ادت افضليه لرنيم الجداوي انها تكون اعلى في الافشنسي 25 في وماري 20. دول افضل اثنين لاعبات، هل هم اللي هيكونوا النهارده افضل اثنين لاعبات ولا هيكون في اثنين غيرهم؟ اكيد ده اللي هنشوفه بعد انطلاق المباراه. بس عايز اسمع تقرير حضرتك كابتن محمد على هذه الاحصائيات. طبعا انا في رايي الشخصي انا اتفرجت على المباراه، رنيم الجداوي كانت من احسن اللاعبات، برغم ان كان اكتر لاعبي فريق الاهلي بره مستواهم الفعلي او مستواهم المعقول برغم فرق السكور الكبير ده. برغم فرق السكور وشفت برضو البنت الكنديه لاعبه كويسه، بتحط حوالي زي ما انت قلت حوالي 50% من السكور اللي بيجيبوا فريق سموحه في كل مباراه، مش المباراه دي بس، برغم ان كان معمول بثلاثه وبتطلع بالكوره. انت عارف طبعا المحترف في مصر بيعمل كل حاجه، لكن رنيم مركزها لعبة ارتكاز، فبتبقى قريبه من الباسكت، فعشان كده سكورها بيبقى عالي، زائد ان هي طلعت شاطت ثلاث نقاط، عامله ريباوند. اعتقد انها تعتبر من اللعيبه المتكامله في فريق النادي الاهلي. لكن البنت الكنديه او اللاعبه الكنديه اعتقد ان هي بتساعد سموحه كتير السنه دي، ولسه الموسم طويل. ولسه الموسم طويل. بس يعني انا شايف ان الموسم بيتلخص ان في اكثر من فرقه، وخاصه في المستويات اللي هي
يعني في فرق زي السيد ظهرت زي مدينه نصر فرقة كويسة جدا مدينة نصر مدينة نصر فرقة كويسة جدا الجزيرة سبورتنج طبعا بعد لما استطاعوا ان هم يلموا فريق متكامل انا اعتقد ان فرقة خدوا اللعبة الأجنبية بتاعت الجزيرة صناعة لعب خدوا ريم موسى خدوا نور علي طلعت لعبة الأهلي خدوا هالة شعراوي فاعتقد سبورتنج عاملة فرقة كويسة انا عايز بقى اروح لكابتن محمد برضو موسى على الناحية التانية اللي بتتلعب دلوقتي قبل النهائي الجزيرة وسبورتنج ادينا معلومات كده لانه خلاص احنا بنسبه كبيره هنلعب سبورتنج ادينا معلومات عن الناحيه الثانيه اخبارها نادي سبورتنج السنه دي الموضوع مختلف تماما عن السنين اللي فاتت يعني السنه اللي فاتت نادي سبورتنج تحس ان هم جم في وقت من الاوقات ما كانوش قادرين يحطوا رجليهم في المنافسه على قد النادي الاهلي لان كمان اللي ما كانش مساعدهم البنش نفسه كان ما كانش اقوى حاجه وكان في لعيبه كتير مصابه اللي عندهم شوتر هايل جينا حلمي كانت مصابه السنه اللي فاتت انما السنه دي بعد ما جابوا هاله وبعد ما جابوا نور وايه الفقي كمان من نادي الجزيره طب استاذنك كابتن محمد برضو زي ما تعودنا مع شاشه قناه النادي الاهلي بنروح لارض الملعب مع سلا حامد مراسلتنا عشان ننقل اجواء ما قبل المباراه ازيك يا سلا وكل سنه وانت طيبه اتفضلي اليك الكلمه ميرسي جدا طبعا يا كابتن هيثم وحضرتك طيب برحب بيك بالتاكيد واكيد برحب بضيوفك الكرام الكابتن محمد السلعاوي والكابتن محمد موسى وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان وزي ما حضرتك قلت يمكن حاليا احنا متواجدين داخل صاله استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه طبعا عشان ننقل لحضراتكم الاجواء والاستعدادات سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي سموحه في مباراه اليوم وتاني مباراه في الدور النصف النهائي او السيمي فاينل من بطوله الدوري المرتبط لكره السله سيدات طبعا خليني قبل ما اتكلم في اي حاجه طبعا ليها علاقه بمباراه اليوم يا كابتن هيثم طبعا اتمنى الشفاء العاجل لمعالي الوزير نائب رئيس النادي الاهلي الكابتن العمري فاروق طبعا بنتمنى له الشفاء على خير وانه يقوم منها بالسلامه ان شاء الله وطبعا كلنا بنتمنى له الشفاء وبندعي له كلنا خليني بقى اروح طبعا للاجواء والاستعدادات طبعا لمباراه اليوم يمكن طبعا يا كابتن هيثم احنا كلنا متواجدين من بدري من اول مباراه دوري المرتبط مباراه المرتبط وفريق نادي الاهلي وفريق نادي سموحه وطبعا يمكن شفنا المباراه واكيد النتيجه يعني او المباراه اللي خلصت بنتيجه 61-56 يمكن طبعا يعني بعد النتيجه دي ده خلى في حمل كبير اكيد على سيدات او ملكات كره السله الفريق الاول في مباراه اليوم النهارده لا بديل عن الفوز طبعا لضمان التاهل لمباراه النهائي او مباراه الفاينل من بطوله الدوري المرتبط لكره السلة طبعا زي ما حضرتك شايف الاجواء ورايا الفرقتين بداوا عمليات الاحماء على ارضيه الملعب سواء النادي الاهلي او نادي سموحه يمكن خليني برضو اقول لك النادي الاهلي استعد بشكل قوي جدا لمباراه اليوم يمكن امبارح الفريق اتمرن بشكل طبيعي على صاله استاد الجيش ببرج العرب ويمكن قبل كمان التمرين كان في محاضره فيديو او فيديو ميتنج ما بين الكابتن طارق خيري وجميع اللاعبات طبعا بيتكلم فيه على اهميه المباراه ويعني نبههم على نقطه مهمه جدا وهي يعني طبعا النتيجه سواء نتيجه ايجابيه او سلبيه بالنسبه لفريق المرتبط احنا يعني هنلعب بنفس الروح بنفس التركيز بنفس القوه في المباراه النهارده بغض النظر ايه هي النتيجه بالنسبه لفريق المرتبط فالفريق طبعا مستعد بشكل قوي جدا ونفس ال 12 لاعيبه في السكور شيت هم اللي هيكونوا موجودين النهارده طبعا بخلاف نهى شتا وندى نافع طبعا للاصابه ونهى شتا لاسباب فنيه طبعا خاصه الكابتن طارق خيري ده بالنسبه لفريق النادي الاهلي بالنسبه لفريق نادي سموحه وتحت قياده طبعا الكابتن احمد جمعه الفريق ايضا استعد بشكل طبيعي التمرين كان امبارح على نفس الصاله وكان النهارده الصبح كان في محاضره فيديو او طبعا فيديو ميتنج ما بين الكابتن احمد جمعه وما بين جميع لاعبات نادي سموحه اتكلم فيها على اهم نقاط الضعف والقوه طبعا عند النادي الاهلي والتركيز بشكل كبير في مباراه اليوم يمكن كمان خليني اقول لك انه هنا الاجواء داخل الصاله يعني في عدد بسيط من الاهالي للفرقتين المباراه بدون جمهور ولكن في عدد بسيط من الاهالي متواجد سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي سموحه طبعا لدعم ابنائهم في المباراه وايضا ده كمان برده كان في مباراه فريق المرتبط طبعا بنتمنى الاكيد التوفيق لفريق النادي الاهلي في مباراه اليوم والحسم طبعا اللقاء طبعا عشان نضمن التاهل لمباراه الفاينل وخلاص يعني يمكن ان شاء الله النادي الاهلي هيواجه نادي سبورتنج بعد المباراه
المباراه المرتبط ما بين نادي سبورتنج ونادي الجزيره، ولا حسمها نادي سبورتنج ان شاء الله لو نادي الاهلي تاهل اكيد لمباراه الفاينل، هيواجه نادي سبورتنج في فاينل بطوله دوري المرتبطين. دي سريعا يا كابتن هيثم كانت كل الاجواء هنا ما قبل مباراه اليوم، وطبعا مع حضرتك لو في اي سؤال ولا انا العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام حامد، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شفتوا يعني المباراه يعني مش هتبتدي قبل ربع ساعه لسه، يعني اظن ان التسخين ده يعني مش لسه الحكام ما صفرتش، يعني مش قبل 10 دقائق، فتصور يعني احنا دلوقتي الساعه 5:30، المباراه تتاخر تقريبا 10 دقائق بالشكل اللي انا شايفه شكل التسخين ده. يمكن مباراه المرتبط اللي قبلينا يمكن اتاخرت شويه، جزيره وسبورتنج جزيره وسبورتنج واللي انتهت بفوز سبورتنج، مرتبط سبورتنج فاز الحقيقه. هقول لحضراتكم النتيجه الكام، 67-66 هي خلاص كده سبورتنج وصل، كده سبورتنج وصل خلاص، فرق نقطه واحده، فده اللي اخر مباراه السيدات عشان انت ليك نص ساعه تسخين. بس الحقيقه قبل ما نكمل يعني التحليل الفني للمباراه، الاول طبعا بنتمنى الشفاء لمعالي الوزير العام فاروق نائب رئيس النادي، يعني اكيد طبعا دي حاجه زعلانه كلنا ومخلينا حتى يعني حاسين بضيقه. مش عايز اوصف لكم يعني حجم الحب اللي يعني اللي ظاهر في للمعالي الوزير العام فاروق، يعني اللي راح للمستشفى وشاف يعني حجم الجماهير واعضاء النادي وكل المحبين للمعالي الوزير وهم تحت المستشفى لغايه لحظات الفجر كل يوم الوضع ده. فالحقيقه ده بيدل على قد ايه هو شخصيه مؤثره وقد ايه هو يعني بيلقى حب من اعضاء الجمعيه العموميه ومن جماهير الاهلي وحتى غير جماهير النادي الاهلي. معالي الوزير شخصيه يعني تستحق الاحترام وتستحق التقدير، نتمنى له كل الشفاء، دعواتكم لانه فعلا محتاج دعواتكم الصراحه، يعني هو يعني تعبان ومحتاج الدعوات، ربنا يا رب يشفيه ويقومه بالسلامه ويرجع تاني. كان بيبقى دايما موجود في مباريات الالعاب الاخرى وفي كل وقت وفي كل حين، نتمنى له كل الشفاء. وكمان بقلبنا كمان مع فريق الهاند بول، النهارده اللاعب برشلونه ده تاني لقاء بيننا وبينه هذا الموسم، مباراه هتكون في المباراه الختاميه في مجموعتنا في بطوله العالم لكره اليد، مهم جدا نكسب النهارده عشان نتاهل للنهائي، نتمنى كل التوفيق. المباراه ستقام الساعه 6 بتوقيت القاهره، اكيد مع المباراه هنتابع مع حضراتكم النتيجه، ونتمنى التوفيق طبعا لفريق الهاند بول، ربنا معاهم وربنا يكرمهم، لا مستحيل مع النادي الاهلي، اكيد هيقدم مباراه كبيره والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اجيلك كابتن محمد، يمكن النادي الاهلي بيعتمد على اللعب الجماعي بشكل كبير، كون ان رنيم كانت افضل لعيبه المباراه اللي فاتت مش شرط تكون المباراه دي افضل لعيبه، لان النادي الاهلي ما بيعتمدش زي ما حضرتك قلت على لعيبه واحده. السنه دي رنيم بتقدم مستويات ما كانتش موجوده قبل كده، يعني هي ادائها السنه دي تطور جدا، واعتقد ده بسبب ان هي حست بالمسؤوليه اكتر بعد رحيل هاله ونور، فهي هي طول الوقت حاطه نفسها، وطبعا ده دور دكتورة مي في الإعداد النفسي، لأن هي طول الوقت الحتة اللي تحت الحلقة هي رنيم هي اللي هتبقى موجودة فيها معظم الوقت، فعشان كده هي السنة دي بتقدم مستويات استثنائية بالنسبة لي يعني. طيب برضو سؤال يعني بيطرح نفسه، شايف سبورتنج والنادي الأهلي النهاردة، السنة فاتت سبورتنج خرج ما كانش موسم صفري باستثناء بطولة أفريقيا اللي كانت في بداية الموسم، وبعد كده خرج بدون ولا بطولة محلية، كان النادي الأهلي يمكن 5 بطولات من 5. شايف يا كابتن محمد الوضع هيكون السنه دي كده ولا هيبقى فيه منافسه، خاصه نادي سبورتنج زي ما قال كابتن سلعاوي رجع لعيبات وجاب لعيبات وتعاقد مع جهاز فني ستيبل يعني وجهاز فني قوي، شايف السنه دي ممكن تبقى زي رؤيه فنيه، واخد راي طب كابتن محمد سلعاوي. لا طبعا عمرها ما هتبقى زي السنه اللي فاتت، الفريق فريق سبورتنج السنه دي فريق متكامل، كابتن محمد محروس هو اللي كان موجود معاهم السنه اللي فاتت، فهو قاد يعني الاضافات اللي هتيجي، هاله كانت موجوده معاهم من سنتين فبرضه هتدخل بسرعه جدا معاهم، هاجر عامر اللي هي في معظم الاوقات هي احسن لعيبه في مواسم كتير جدا في الدوري، اسرار ماجد واحده من احسن الجاردات اللي موجودين في في في, في كره السله عموما، فمع ريم موسى اللي هي من احسن بوينت جارد اللي موجودين، طبعا احسن صانع لعب في فترات كتير جدا في مواسم كتير، فاعتقد ان السنه دي لا سبورتنج السنه دي حلوه، عنصر خبره ما حلو في سموحه السنه دي، ما حلو السنه دي في سموحه، فمع الصغيرين ندى الغايش مع ايه الفيلي رجعت من صليبي، في بنت رجعت الشوطه ايوه جينا حلمي، فمع جينا حلمي فالسنه دي لا الفريق متكامل جدا، كمان ان هم هيقدروا يكملوا لان البنش هيساعدهم، اللي هيفرق
طبعا البنش دايما بنقول ان طالما انت عندك بنش قوي انت تقدر تكمل نفسك اطول بالظبط كده. فلا هنشوف طبعا على حتى فرقة ماتش المرتبط هيبقى ماتش صعب جدا, وماتش الكبار برضه هيبقى ماتش صعب جدا. ما اعتقدش ان هيبقى فيه السهوله اللي احنا نقدر نكسب بيها سبورتنج زي السنه اللي فاتت. كابتن سلاوي, يعني تتفق مع كابتن محمد موسى في الكلام ده؟ يعني شايف خاصه نادي سبورتنج المرتبط بتاعه برضه كويس, فانت النهارده لو هو بيحسب حسابات سبورتنج ان شاء الله في الفاينل, احنا بنسبه كبيره ان شاء الله باذنك يا رب نتاهل, لان خلاص سبورتنج حجز مكانه. فهو النهارده هو هيبقى راسم انه يكسب مباراتين المرتبط ويخطف منك ماتش من الاثنين ياخد البطوله. شايف احتمالات الكلام ده؟ شايف ازاي مباراتنا هتبقى السنه دي مع سبورتنج؟ لا هو يعني في البدايه عايز اقول لك ان مباراه سبورتنج والاهلي السنه دي هتكون غير على غير التوقعات. هتكون مباراه في الملعب مش زي السنه اللي فاتت. نادي سبورتنج السنه دي عمل تدعيمات قويه جدا, رئيس النادي كان لعيب باسكت, فتدعيمات قويه جدا في الاولاد والبنات بالنسبه لنادي سبورتنج. نادي سبورتنج بيتميز ان عنده لعيبه خبرات عاليه جدا زي الكابتن هاجر حمدي, هاجر عامر, من احسن اللاعبات في افريقيا مش في مصر بس. ولكن احنا عندنا برضو شبه منتخب مصر. صحيح. يعني مش هقول عشان برضو ما يعني في ناس تاخد, بلاش الناس تاخد حقها جميعا, عندنا شبه منتخب مصر متفوقين في اكتر من مركز, وعندنا لعيبه حتى الصغيرين اللي هي جايده خالد وتمره نادر ومش عارف برضه كويسين جدا ويلعبوا في اي يعني في اي وقت, ما الواحد ما يبقاش خايف. لكن المباراه هتكون صعبه, المباراه هتكون نتيجتها غير معلومه, وممكن يكون سبورتنج السيناريو اللي هو حاطه انه يكسب الاثنين المرتبط ويخطف ماتش كبير. لكن ماتشات الكبار بالذات هتبقى صعبه جدا, لان هو يعتبر او هو كمدرب هيبص لها ان هو عنده اكتر من مركز هو متفوق على الاهلي فيه. نعم, صانع اللعب والتحت الباسكت. اشكرك كابتن سلاوي. تطور بيكو في مركز صانع اللعب هيدينا افضليه برضو قدام ريم, يعني بيكو من اللعيبه اللي اتطورت طبعا. خلينا كباتن خلاص لحظات زي ما حضراتكم شايفين, وتنطلق المباراه الاهلي وسموحه, وسموحه والاهلي حسب ترتيب في السكور شيت. المباراة الثانية في قبل نهائي دوري المرتبط, وبفكر حضراتكم احنا كسبنا مباراة من المرتبط دي المباراة, ويعني كسبنا الكبار المباراتين اللي فاتوا. المباراة النهاردة خسرنا من المرتبط وسيدات, الآن مكسبك يخليك تتأهل مباشرة عشان تلاقي نادي سبورتنج في النهائي. المباراة بتقام دلوقتي أو هتقام بعد قليل في صالة برج العرب. خلينا نطير إلى هناك ومعلقنا دكتور وائل أبو العزم عشان ننقل لكم أحداث المباراة, فإلى هناك.